السلام عليكم ابطال السكول الشطار، عاملين ايه النهارده؟ الحلقه الخاصه بالاكسرسايز جاهزين؟ يلا بسرعه كده، برينج يور نوت بوك اند بنسل وتعالى عشان تحل معايا. يلا نبدا، تعالوا كده نشوف. اول سؤال بيقول ايه؟ choose who helped the children solve their problems. هيتظهر كده شويه بروبلمز وهنشوف ان ترى مين يقدر يحلهم. طيب دي كانت البروبلم، واضح جدا من البيكتشر ان البنت مش عارفه تحل الايه الهوم ورك. مين ساعدها هنا؟ ده كان السولوشن ان هير مادر ساعدتها. يبقى البنت قالت who helped the children solve their problems, mom or dad. طبعا باين جدا ان مين؟ هير مام. نعمل سيركل. يلا اللي بعده. طيب كده فهمنا الفكره، دي كانت مشكله بروبلم ان the door handle is broken. ايد الباب اتكسر. السولوشن مين اللي حله؟ مين اللي جاب السولوشن او الحل؟ طبعا my father came and so fixed, يعني solved this problem، حل المشكله دي. يبقى who helped the children solve their problems, dad or mom. يلا قول لي كده، dad or mom. برافو عليك، طبعا dad. يلا اللي بعده. read the following problems then answer. نقرا كده المشاكل اللي قدامنا ونجاوب. The door handle was broken. أعمل إيه؟ break the door، أكسر الباب ولا ask for help from dad؟ يلا قولوا، يعني أكسر الباب ولا أسأل بابا إنه يساعدني؟ أكيد طبعا أسأل بابا، يبقى ask for help from dad. برافو عليكم. يلا another question. She felt hungry. كانت جعانة after playing، بعد ما لعبت. You scream يعني تصرخ ولا ask your mom to give you some food؟ نسأل ماما تدينا بعض الطعام. برافو عليكم. Ask your mom to give you some food. Another question. Match. هنماتش ونوصل البروبلم بالسولوشنز بتاعتها. I can't tie my shoes. مش قادر اربط الشوز بتاعي. يبقى هعمل ايه؟ انهي صورة بتعبر عن الحل او السولوشن؟ اكيد اكيد الصورة دي. This picture. I can't cross the road. مش قادر اعدي الطريق. يبقى انهي واحدة؟ My dad helps me. برافو عليكم، شطار كلكم. طيب كمان واحدة. I can't reach my book. مش قادر اوصل للكتاب بتاعي. يبقى my dad will help me for sure. My dress has been cut. استني اتقطع. يبقى my grandma تعمل ايه؟ will see you. هتخيطهولي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، بس احنا لسه مكملين ان شاء الله بحلقات كتير لطيفة جدا، اوعوا تفوتوها. اشوفكم على خير.